بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أيها الأحبة، أساليب النجاح كثيرة، ولكن عندما درس العلماء الناجحين ماديا في الحياة وجدوا أنهم يسلكون نفس الطريق أو نفس العادات أو نفس المنهاج. لذلك دعوني أتأمل معكم اليوم ماذا يقول علماء النفس. يؤكد العلماء على أهمية الخطوة الأولى في أي مشروع ناجح، فأطول مشوار في العالم يبدأ بخطوة واحدة، فإذا لم تتقدم وتنفذ هذه الخطوة فلن تصل إلى نهاية الطريق. ولذلك إذا كان لديك مشروع فلا تتردد أن تخطو الخطوة الأولى، وسوف تأتي بقية الخطوات لاحقا. المهم ألا تؤجل هذه الخطوة لأنها أهم ما في هذا المشروع. سبحان الله، القرآن الكريم علمنا تقنية لاتخاذ القرار والدخول في أي فكرة، دراسة أو عمل أو أي شيء آخر مهم في حياتك، وهو أسلوب التوكل على الله. قال تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن ليكن منهاجك في الحياة هو التوكل على الله في كل شيء. فإذا أردت أن تتخذ أي قرار أو تقوم بأي خطوة، الخطوة الأولى اعزم، اعقد العزم، ثم توكل على الله، يعني سلم أمرك وسلم خياراتك لله سبحانه وتعالى، والله سيهديك إلى الطريق الصحيح، والحمد لله رب العالمين.